يقول الباري عز وجل في سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى. فانقطاع الخير عنك لبعض الوقت هو تهيئة لفيضان خير جديد لك، فمن لزم الحمد تتابعت عليه الخيرات، ومن لزم الاستغفار فتحت له المغاليق، ومن لزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ما تمنى وغفر ذنبه وكفي هم الدنيا والآخرة بإذن الله. فأكثروا منها، أي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لن تجد أحن من الله عليك، فوالله لو يعلم الساجد ما يغشاه من الرحمة في سجوده لما رفع رأسه من الخير الذي يهب له الباري عز وجل.